قعدت مع كام واحد من صحابك واتفقتوا انك هتفتحوا بلاي ستيشن او هتفتحوا كافيه او هتفتحوا مطعم او هتجيب فضة وتفتح محل فضة او هتجيب لبس وتفتح محل هدوم او تبيع الهدوم دي اونلاين، او يعني كام مرة؟ انا متأكد انه كتير. صدقني ما تشتغلش في الحاجة الا اذا كنت انت فاهمها وفاهم المطبخ بتاعها، فاهم بتيجي ازاي وبتتباع ازاي وبيحصل ايه، علشان ما يجيلكش احباط. اللي ما بيشتغل يعني اللي ما بيشتغلش في حاجة ما يعملش فيها استثمار، خد فيها خبرة، يعني خد خبرة، خد احتكاك وبعدين خد خطوة. لكن انا كل ما بقعد مع ناس، والله العظيم ناس صحابي كتير، يقول لك احنا هنفتح بلاي ستيشن. اي يا عم، هنجيب 4 بلاي ستيشن و4 شاشات ونجيب كام مش عارف ايه وبتاع، ايه فتحنا بلاي ستيشن. بعد شوية لا انا هفتح مطعم، بعد شوية لا انا هفتح كافيه، بعد ايه يا جماعة؟ لا لا. حتى تجارب اللبس، يعني عشان اعرف ناس كتير جدا مثلا جابوا لبس وقال لك انا هشتغل اونلاين وبتاع. انا مش فاهم حاجه في اللبس. في ناس اللبس بالنسبه لهم هو ده تجاره، هو ده الاستثمار بتاعه. تعرفين ان اللي بيشتغل في اللبس بيسمي الهدوم فتله؟ والله العظيم انا قاعد مع واحد تاجر هدوم، يعني قال لي الفتله دلوقتي ما اعرفش تعمل كذا وبتاع. فتله ايه يا عم؟ لقيته اللغه، كل مهنه وليها لغه احنا ما نفهمهاش، يعني انا مش هفهمها. فبلاش فزلكه، بلاش فزلكه، اشتغل في اللي انت عارفه وكبر نفسك فيه ودور ازاي تعرف تجيب منه استثمار بس. انما مش انا ماشي فشفت واحد فاتح كافيه فربنا مبارك له في رزقه او مقرر اني هفتح كافيه، ده اسمه هبل ومش هتنجح ومش هتعمل حاجه، لانه ارزاق ربنا دي بتتوزع بناء على مجهودك وبناء على تعبك. ربنا بيقول ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا، يعني اللي احسن العمل هو اللي ربنا هيجازيه خير. انما انا ما اعرفش حاجه وداخل احط فلوسي مستني اكسب بس، مش حاجه اسمها كده. في حاجه اسمها بكسب بناء على تعبي، بكسب بناء على مرمطتي باللغه المظبوطه. لازم تحس ان انت شقيت عشان تحس انك تعبت او كسبت. فبس صباح الفل.